طيب احنا دلوقتي معانا على التليفون استاذه رباب علي عبد الحليم والده سهيله. مساء الخير عليكي، وطبعا يعني ام من امهات الاوائل، ده شرف كبير، واكيد ليكي دور كبير جدا في حياه سهيله وهي لسه كانت بتتكلم على مساله الاكل وازاي بتاكل في الامتحانات والدعم اللي الطلبه بيبقوا محتاجينه في الشهر ده. فرسالتك ايه لاولياء الامور اللي عندهم ثانويه عامه السنه دي وداخلين على ثانويه عامه خلال الشهر ده؟ ايه نوع الدعم اللي ممكن يقدموه للولاد علشان يعدي الشهر ده على خير؟ اولا مساء الخير. اهلا بك. ثانيا يعني انا بتمنى لكل طلبه الثانويه العامه السنه دي ان شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم يعني ونفرح بيهم كلهم كده بمجاميع كبيره ترضيهم وترضي اهاليهم باذن الله. الروجيتا اللي انا اقدر اقدمها ان الثانويه العامه سنه زي اي سنه، احنا اتفقنا انا وسهيل عملنا ديب كده اول السنه انها سنه عاديه جدا، مش هيبقى فيها ستريس، مش هيبقى فيها ضغط، هنعمل المجهود المطلوب والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. احنا اصلا داخلين ثانويه عامه احنا مش متوقعين ان احنا هنبقى من الاوائل، بس يعني احنا تعبنا فربنا كرمنا ان احنا بقينا من اوائل الثانويه العامه. اهم حاجه يعني خد الموضوع ببساطه جدا، لانه في الاخر هو ترتيبات ربنا، يعني في الاخر انت هتبذل مجهود هتلاقي نتيجه. فضلت تضغط على اولادك مش حتى في الاخر انت هتوصلهم لمرحله ان هم مش هيوصلوا لحاجه خالص، يعني الموضوع لازم يتاخد بصوره هاديه كده. يعني حضرتك كنت بتتحلي بالقدر اللي انا شايفاه وسامعاه ده من الهدوء اثناء الامتحانات؟ يعني ازاي كنت بتقابلي سهيله وهي عندها امتحان بكره؟ هل مثلا كانت بتسهر ساعات كتير مثلا؟ بتنام بشكل منتظم والدنيا ماشيه بشكل هادي، مفيش حاله الطوارئ اللي بتكون موجوده جوه بيوت كتير خالص؟ حقيقي ده ما كانش عندنا، لان الناس بيبقى عندها نظره عن الاوائل اللي الناس كتير بتعملها، يعني ما كانتش عندنا. حتى ايام الامتحانات احنا كنا بنحاول نكون اهدى، يعني انا فاكره كان عندنا امتحان صعب جدا، هي رجعت من الامتحان تقريبا شبه منهاره يعني، فاخدتها وخرجنا وتفسحنا ورحنا وجينا، انسي اللي فات وخلينا نفكر في اللي جاي. دي طريقه مهمه جدا ان انت يعني حاول تهدي، هو 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 اساسا ستريس يعني، فانا كمان هضغط عليها، فده ما كانش بيحصل خالص نهائي اطلاقا. يعني اهم حاجه انت تسيبه براحته يواجه اللي هو فيه وهيطلع منه لحاجه افضل، يعني انا شايفه دي افضل حاجه. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه رباب علي، ويعني ربنا يبارك لك في سهيله ان شاء الله تشوفيها احسن الناس.